السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انسى مشاكل كسر الفبر في اي موتوسيكل، وانسى مشاكل ان انت ما تلاقيش قطع غيار او اكسسوارات للموتوسيكل بتاعك ايا كان نوعه. معنا دلوقتي ورشة بس فيها فنانين. لو خدت بالك دي الشبكة الخلفية بتاعت البنيلي، الومنيوم مش فبر مش بلاستيك، يعني انسى موضوع الكسر والتغيير كل شوية، وبنفس لون موتوسيكلك زي ما انت عايز، اللون اللي انت عايزه، جميع الالوان، اسود مط، اسود نص لمعة، اسود لميع، ازرق، نيكل، حتى لو عايزها بحلقي مفيش فيها مشكلة، جميع الالوان. وكمان لو عايز انجن جارد تصميمك انت يتعمل، شبكة خلفية، دواسة حريمي، كل ما تتمناه، وبرضو بالكفاءة اللي انت شايفها دي، كفاءة التشطيب، الخامة، الانسيابية في الشغل، كل اللي انت عايزه. وزي ما قلتلك منتج بلدك وفي نفس الوقت نظيف واسعار لا تقارن. وانسى موضوع الكسر، موضوع الفبر والكلام ده، يعني في كل شيء انت هتبقى مميز. ده كده البنيلي، وفي جميع الاشكال، جميع الالوان والاشكال اللي انت عايزها. يعني برضو لو عايز الشبكة الخلفية تطول شوية عشان لو هتشيل او تشتغل عليها موجود. ده كده عينات لشغل يدوي في الورشة. للتواصل انا سايب لك الرقم، تواصل معه عشان تعرف الاسعار، تعرف الكميات، لو عايز كميات موجودة، كل اللي انت عايزه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.